أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. في هذه المحاضرة سوف أقوم بشرح الفصل الرابع من الكتاب المقرر، وهي المحاضرة الثانية من مساق علم الأحياء العامة، والتي هي بعنوان Carbon and the Molecular Diversity of Life، بمعنى الكربون والتنوع الجزيئي للحياة. طيب الآن، إيش اللي بيجعل الكربون هو أساس الجزيئات البيولوجية؟ What makes carbon the basis for all biological molecules؟ طبعاً الكربون له القدرة على تكوين أربع روابط four bonds، وبالتالي له القدرة على إيش؟ الارتباط بأربع ذرات أخرى، أو أربع إيش؟ مجموعات من الذرات. ايضا الكربون له القدرة على الارتباط بايش بذرات كربون اخرى، كربون كان بوند تو اذر كربونز، وبينتج عنه كربون سكيلتونز، هو اللي هو العمود الفقري او الهيكل من الكربون. كربون اولسو كومونلي بوندز تو، الكربون ايضا ايش يرتبط بالهيدروجين والاكسجين والنيتروجين. طبعا خصائص اللي هو الجزيء اللي بيحتوي على الكربون بيعتمد على ترتيب اللي هو الكربون، وايضا على اللي هو الكيميكال جروبز المرتبطة بذرات الكربون. فاحنا زي ما احنا شايفين الجزيء التالي اللي هو الدوبامين، وهو هذا المركب يوجد في جسم الانسان ويعتبر سيجنالينج موليكيول، وله عدة وظائف من ضمنها انه بيعزز من قدرة ارتباط الأم بطفلها، وبالتالي هذا المركب له تركيباته الخاصة وترتيباته الخاصة، وطبعا خصائصه بتعتمد على ترتيب ذرات الكربون الموجودة في هذا المركب. طيب الكربون is the backbone of life، يعتبر الكربون إنه هو أساس الحياة. طبعا الكربون بيدخل إلى الغلاف الحيوي من خلال أو بفعل اللي هو النباتات و other photosynthetic organisms، من خلال اللي هو النباتات والكائنات الحية القادرة على القيام بعملية البناء الضوئي. قلنا مثال على ذلك ممكن السيانوبكتيريا، أيضا هي من إحدى الكائنات التي تقوم أو ذاتية التغذية التي تقوم بعملية البناء الضوئي. طيب الآن البروتينز والدي ان اي والكربوهيدراتس and other molecules، وجزيئات أخرى التي تميز اللي هو المادة الحية living matter من المادة الغير حية، إنه المادة الحية تتكون من الكربون، من ذرات الكربون، وهي مرتبطة ببعضها البعض أو مرتبطة بأتومز of other elements، إنها مرتبطة بذرات عناصر أخرى. تمام، الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والسلفر والفوسفورس are other common ingredients of these compounds، تعتبر أيضا الهيدروجين هذه العناصر كلها تعتبر مكونات شائعة لهذه المركبات اللي هي البروتينز والدي ان اي والكربوهيدرات، لكن اللي هو but it is the carbon element، لكن اللي هو عنصر الكربون يشكل اللي هو التنوع الكبير للجزيئات الحيوية. طيب زي ما حكينا انه الكربون كان بوند تو فور اذر اتومز، انه الكربون له القدرة على الارتباط باربع ذرات اخرى. الشكل التالي بيوضح انه هي ذرة الكربون لها القدرة على الارتباط بذرة النيتروجين، الاكسجين، الهيدروجين، السلفر. تمام، اذا ذرة الكربون لها القدرة على الارتباط باربع ذرات اخرى او ايش مجموعات من الذرات، والتي تجعل هذه ميزة للكربون بأنه يكون مجموعة كبيرة من الجزيئات بأكبر قدر ممكن. طيب الأورجانيك كيمستري is the study of carbon compounds، إذا الكيمياء العضوية هي دراسة المركبات التي تحتوي على كربون. الأورجانيك كيمستري تعريفها is the study of compounds that contain carbon، هي تدرس المركبات التي تحتوي على ايش؟ كربون، تدرس تركيب تكوين خصائص المركبات التي تحتوي على كربون. هذا تعريف الاورجانيك كيمستري، الكيمياء العضويه. طيب الاورجانيك كومباوندز، المركبات العضويه تتراوح من
simple molecules من جزيئات بسيطة مثل غاز الميثان إلى colossal ones إلى جزيئات ضخمة جدا، مثال عليها البروتينز والتي تحتوي على إيش thousands of atoms على آلاف الذرات. طبعا most organic compounds معظم المركبات العضوية تحتوي على إيش hydrogen atoms in addition to carbon atoms. إذا معظم المركبات العضوية بتحتوي على ذرات الهيدروجين بالإضافة إلى إيش ذرات الكربون اللي هي أصل تكوين المركبات العضوية. البيولوجيكال دايفرسيتي اختصارها البيو دايفرسيتي اللي هو التنوع البيولوجي، طبعا ينتج نتيجة قدرة الكربون على تكوين هيوج نمبر اوف موليكولز، على تكوين عدد ضخم جدا من الجزيئات التي لها أشكال خاصة وخصائص خاصة، وبالتالي بيكون عندي تنوع بيولوجي كبير نتيجة تكون أعداد ضخمة جدا من الجزيئات التي لها وظائف وخصائص وأشكال مختلفة. طيب الكربون أتومز can form diverse molecules by bonding to four other atoms. طبعا ذرات الكربون إلى القدرة على تكوين إيش diverse molecules، جزيئات متنوعة من خلال الارتباط بأربع ذرات أخرى. تمام، طبعا the key to an atom's chemical characteristics is its electron configuration، بمعنى أنه المفتاح للصفات الكيميائية لذرة ما هو بيكمن في التوزيع الإلكتروني للذرة هذه. تمام، فيقصد بأنه فهذا الكونفيجوريشن التوزيع الإلكتروني للذرة بيحدد أنواع وعدد kinds and number of bonds، بيحدد أنواع وعدد الروابط الذرة التي تستطيع تكوينها مع الذرات الأخرى. طبعا إحنا لازم حتى يصير configuration أو electron configuration في إشي اسمه valence electrons اللي هو الإلكترونات التكافؤ اللي هي موجودة بتكون في وين في أقصى أو إيش أقصى مدار موجود في الذرة. Those in the outermost shell that are available to form bonds. وهذه بتكون الإلكترونز، هذه الإلكترونات موجودة في هذا المدار لتكوين روابط مع اللي هو الذرات الأخرى. The formation of bonds with carbon، عملية تكوين اللي هو الروابط مع ذرة الكربون، كيف تحدث إيش روابط أو كيف تتكون روابط الروابط مع ذرة الكربون. طبعا ذرة الكربون تحتوي على 6 إلكترونز، طبعا 2 عنا في المدار الأول يوجد 2 إلكترونز، وأيضا 4 إلكترونز in the second shell أو الأوترموست شيل اللي هو المدار الأخير، 4 عنا 1 2 3 4 4 إلكترونات توجد في المدار الأخير، وبالتالي ذرة الكربون تحتوي على 4 فيلنس إلكترونز، قلنا اللي هو بتحتوي على 4 إلكترونات إيش تكافؤ. طبعا هذه الإلكترونات التكافؤ، طبعا هذه الإلكترونات راح تتشارك مع إلكترونات ذرة أخرى من أجل أن تصل الذرة إلى حالة من الاستقرار وتكوين روابط مع ذرة أخرى، وبالتالي في هذه الحالة راح يتكون أو يوجد عندي 8 إلكترونز في حال ارتبطت ذرة الكربون مع ذرة أخرى، فبالتالي حتتشارك كل ذرة الكربون مع ذرة أخرى، وبالتالي راح يوجد عندنا 8 روابط 8 إلكترونز في المدار الأخير. طبعا a carbon atom usually completes its valence shell by sharing its 4 electrons with other atoms. طبعا ذرة الكربون عندما تعمل على تكوين روابط مع ذرات أخرى، طبعا اللي هو بتعمل على sharing، تعمل على مشاركة الأربع إلكترونات اللي هي 4 إلكترونات التكافؤ الموجودة في المدار الأخير مع ذرات أخرى، وبالتالي راح يتكون إيش 8 electrons are present، بمعنى هنا هذا راح يتشارك الإلكترون الموجود في المدار الأخير مع إلكترون في المدار الأخير من ذرة أخرى، وإلكترون أيضا من الذرة الأخرى مع في هنا في
في هذا المدار. إذن هناك راح يكون ثمن إلكترونات موجودة في وين؟ في المدار الأخير حتى تتكون الروابط. الآن number of electrons needed to fill the valence shell، هنا قديش نحتاج عدد اللي هو الإلكترونات المطلوبة حتى يتم تعبئة اللي هو أو اكتمال حالة التكافؤ أو الاستقرار للذرة. هنا بنحتاج 1 2 3 4، تمام. طبعا الفالنس التكافؤ هو number of bonds the element can form، هو عدد الذرات اللي بيستطيع العنصر ايش يكونها. فهنا حيكون عندنا رابطة، ربطتين، ثلاثة، أربعة، أربع روابط. في حالة النيتروجين عندنا number of electrons needed، هنا عندنا 1 2 3، ونفس العملية عدد الروابط الفالنس التكافؤ حتكون عندي 3 روابط في ذرة النيتروجين. في ذرة الأكسجين حيتكون عندنا رابطة، ربطتين، تمام. وهنا عدد الإلكترونات المطلوبة حتى تتكون أو تصير عملية إيش فالنس أو تكافؤ بين أو تكوين روابط بين الذرتين. في حال الهيدروجين طبعا في حال إيش مطلوب هنا إلكترون، وأيضا هنا حتتكون عندنا وين عدد الروابط، رابطة واحدة. طبعا ذرة الكربون بالعادة بتكون روابط تساهمية covalent bonds، هذه إما تكون single أحادية أو double ثنائية. طبعا ذرة الكربون بتكون 4 روابط تساهمية مفردة أحادية single covalent bonds. فمثلا غاز الميثان اللي بتكون من ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين CH4، كربون بكون في هذا المركب 4 single bonds، 4 روابط أحادية. في غاز الإيثان C2H6 الكربون ذرتين الكربون بيرتبطوا برابط أحادية single carbon carbon bond وثلاث وست روابط هيدروجين. في غاز الإيثين طبعا اللي هو رمزه C2H4 ترتبط ذرتين الكربون برابطة تساهمية ثنائية double bond وإيش أربع روابط وأربع ذرات هيدروجين. طبعا الشكل التالي بيوضح اللي هو المولكولار فورمولا، الصيغة الجزيئية لغاز الميثان. هنا الصيغة التركيبية بتوضح كيف إنه ذرة الكربون مرتبطة بأربع روابط أحادية single covalent bonds مع أربع ذرات هيدروجين. هنا غاز الإيثان C2H6 ترتبط هنا ذرتين الكربون بsingle covalent bond، وكل ذرة كربون مرتبطة بثلاث ذرات هيدروجين. في غاز الإيثين C2H4 صيغته الجزيئية وصيغته التركيبية هنا إنه ذرتين الكربون مرتبطات بدبل bond زي ما احنا شايفين، وكل ذرة كربون مرتبطة بذرتين هيدروجين، فبتكون صيغته الجزيئية C2H4. طبعا الكربون with a valence of 4 بمعنى انه له القدرة على تكوين 4 روابط. طبعا بيرتبط بايش؟ له القدرة على الارتباط بvarious other atoms بذرات مختلفة اخرى، طبعا منها الاكسجين والهيدروجين والنيتروجين، وهي أكثر العناصر ارتباطاً بالكربون. طبعاً الكربون can also bond to other carbon atoms بمعنى إنه الكربون يستطيع أن يرتبط بذرات كربون أخرى مكونة إيش forming the carbon skeletons of organic compounds، مكونة سلاسل من الكربون أو هياكل مش من الكربون اللي هي تعتبر أساس أو هيكل المركبات العضوية. طبعاً these skeletons vary، هذه الهياكل الكربونية تختلف في طولها وفي شكلها، وأيضاً تمتلك bonding sites مواقع ارتباط لذرات أخرى من عناصر أخرى. فعلى سبيل المثال الكربون دايكسايد موليكيول جزيء ثاني أكسيد الكربون اللي هو اسمه اللي هو رمزه الكيميائي CO2، في بكون a single carbon atom ذرة كربون واحدة مرتبطة بذرتين من الأكسجين is joined to two atoms of oxygen من خلال روابط تساهمية ثنائية double covalent bonds، تمام.
طبعا الشكل التركيبي والصيغة الصيغة التركيبية لثاني أكسيد الكربون الشكل التالي بتوضح إنه هذه الصيغة إنه ذرة الكربون مرتبطة بذرتين أكسجين، وطبعا مرتبطة بروابط تساهمية ثنائية دبل بوندز، تمام؟ حيث أن كل خيط يمثل إيش؟ two pairs of shared electrons، تمام؟ هي عندنا two pairs of shared electrons، وعندنا هنا كمان two pairs of shared electrons، وبتكون عندنا روابط تساهمية بين ذرة الكربون وذرة الأكسجين في غاز ثاني أكسيد الكربون. مثال آخر اليوريا، الرمز الكيميائي لها CONH2-2، التو الخارج القوسين هذه ايش بتكون ضعف مرتين. هنا ده هذه الصيغة التركيبية لليوريا. هنا عندنا ذرة كربون واحدة مرتبطة بدبل بوند بذرة أكسجين، وبتوضح لي إنه ذرة الكربون مرتبطة بسنجل بوند مع الأن النيتروجين، ونفس العملية مع إيش الأن ذرة نيتروجين أخرى، وكل ذرة نيتروجين مرتبطة بذرتين هيدروجين أيضا بسنجل بوند. وهذا الشكل التركيبي اللي بوضح لك كيف شكل ارتباط الذرات، هل بروابط إيش أحادية أو ثنائية. طيب المولكولار دايفرسيتي arising from variation in carbon skeletons، التنوع الجزيئي اللي عدد كبير جدا من الجزيئات المختلفة في التركيب والوظائف تنشأ نتيجة الاختلاف من اللي هو في اللي هو الكربون سكيلتونز. طبعا شو الكربون سكيلتونز؟ هو الكربون سكيلتونز عبارة عن سلاسل من الكربون، تمام؟ وهذه السلاسل لها أشكال وإيش معينة. فالكربون تشينز form the skeletons of most organic molecules، إذا في معظم الأورجانيك مولكيولز سوف نجد إنه السكيلتونز تبعتها الهياكل الخاصة فيها إنها عبارة عن سلاسل من الكربون مرتبطة ببعضها البعض. طبعا أنواع الكربون سكيلتونز راح تكون إما برانشت متفرعة سترايت إنه مستقيمة أو على شكل حلقة، تمام؟ طبعا the skeletons vary، طبعا هذه الهياكل الكربونية تختلف في الطول وأيضا and maybe straight وممكن أن تكون مستقيمة زي ما تحدثت، branched متفرعة or arranged in closed rings أو مرتبة على شكل حلقات موضح بالشكل 4.5. some carbon skeletons have double bonds، طبعا بعض اللي هو هذا الكربون سكيلتونز أو السلاسل الكربونية ترتبط مع بعضها البعض ذرات الكربون بروابط ثنائية which vary in number and location، وتختلف طبعا في عددها وأيضا في موقعها في هذا الكربون سكيلتونز. such variation مثل هيك اختلافات في الموقع وفي العدد in carbon skeletons such variations في الطول أيضا في الشكل، وتمام in carbon skeletons is one important source of the molecular complexity and diversity that characterize living matter. طبعا مثل هيك اختلافات في هذه الهياكل الكربونية يعتبر مصدر مهم في تعقيد الجزيئي والتنوع الجزيئي والتي ايش توصف اللي هو او تحدد الما ايش المادة الحية. فالشكل التالي بوضح ان الكربون سكيلتونز، فالان قلنا الكربون سكيلتونز عبارة عن كربون تشينز سلاسل من الكربون ذرات الكربون مرتبطة، فهنا المحدد باللون اللي هو الازرق فسوف نجد انه ذرتين كربون، هذه في الايثان هذا الكربون سكيلتون، هنا البروبان حنجد ثلاث ذرات كربون، في البيوتين حنجد انه في عنا خمس ذرات كربون، في ذرتين كربون مرتبطات بدبل بوند، والباقيات مرتبطات ثلاث ذرات او ثلاث ذرات كربون مع بعض بسنجل بوند. فهنا الموقع مختلف، الطول مختلف، ايضا البيوتين هنا موقع الرابطه التساهميه الثنائيه في الوسط هنا في الطرف. طبعا كل مركب له اختلافاته في تركيبه في طوله، هذا بيعطي اختلافات في بعض تنوع في الجزيئات وأيضا بعض التنوع في الوظائف.
تمام. البيوتان ايضا نفس العمليه، كل مره هذه سلسله، هذا سكيلتون كاربون سكيلتون، طلع هنا شكل برانش، هنا سترايد، هنا شكل رينج، شكل ايش حلقه، هنا حلقه البنزين تمام. هنا في حاله البنزين انه ايش مرتبطه ذرات الكربون مع بعضها البعض بذرات دبل بونز، وفي منها ايش تو سينج ايش سينجل بونز تمام. هيدروكاربونز اللي هي الهيدروكربونات، طبعا الهيدروكربونز من اسمها انها هي مركبات عضوية organic compounds، تتكون فقط consisting of only carbon and hydrogen، تتكون فقط من الهيدروجين الهيدرو والكربونز الكربون. اذا الهيدروكربونز هي مركبات عضوية تتكون فقط من ذرات الكربون والهيدروجين. مثال على ذلك for example the molecules known اللي هو الفاتس، الدهون طبعا تتكون من ذيول طويلة تحتوي على ايش الهيدروكربونز. اذا الفاتس have long hydrocarbons carbon tails attached to a non-hydrocarbon component. الشكل التالي بوضح ان اللي هو الفات موليكيول جزء الدهون بتكون من كل جزء دهون يتكون من 3 tails of hydrocarbons، من 3 ديول من الهيدروكربونات. طبعا الهيدروكربونات عبارة عن سلسلة طويلة من الكربون مرتبطة بايش بذرتين هيدروجين او مرتبطة بذرات هيدروجين، وهي مرتبطة هذه الديول بجزء ايش نان هيدروكربون كومبوننت تمام. هذه الجزء الدهون المأخوذة من اللي هو من خلايا الدهون الموجودة في جسم الإنسان. طيب في الكيمياء يوجد مصطلح يسمى الايزومرز وهي النظائر. طبعا النظائر هي organic compounds، هي مركبات عضوية لها نفس عدد ايش الذرات، have the same numbers of atoms. اذا هذه المركبات لها نفس عدد الذرات لكن تختلف عن بعضها البعض في انه طريقة ترتيب هذه الذرات في هذه المركبات مختلفة. الان النظائر هذه في منها انواع، النوع الاول اللي هو الستراكشرال ايزومرز اللي هو النظائر التركيبيه، او يسمى ايضا الكونستيتيوشنال ايزومرز تمام، وهي ايضا مركبات عضويه تختلف في ترتيب ايش الروابط التساهميه بين ذرات الكربون، بمعنى انه هي مركبات لها نفس عدد الذرات لكن ترتيب الذرات فيما بينها مختلف. الشكل التالي بيعطينا مثال على الستراكشرال ايزومرز، عندنا مركب البنتان ومركب البيوتان. فاذا نظرنا انه both have the molecular formula C5H12، اذا اطلعنا حنجد انه كلا من المركبين لهما ايش نفس الصيغه الكيميائيه او الجزيئيه، لكن but they differ in the covalent arrangement of their carbon skeletons، لكن تختلف في ترتيب الروابط التساهمية الموجودة في الهيئش في الهياكل الكربونية. فإذا نظرنا هنا سوف نجد إنه the skeleton is straight in one compound، هنا اللي هو السكيلتون الكربون سكيلتون الروابط الكيش اللي ذرات الكربون هنا بشكل مرتبطة مع بعض البعض بشكل مستقيم، بينما هنا حنجدها انه روابط الكربونية مرتبطة او ذرات الكربون مرتبطة مع بعضها البعض بشكل متشعب تمام. اذا هذا يعني ان كلا من المركبين هما نظير للاخر من حيث اللي هو الصيغة الكيميائية، لكن من حيث الترتيب والتركيب مختلفين. النوع الثاني من الايزومرز اللي هو يسمى السيس ترانس ايزومرز، ويسمى اللي هو جيومتريك ايزومرز. في هذا النوع من المركبات بتكون ذرات الكربون ايش لها روابط ايش تساهميه كوفيلنت بونز تو ذا سيم اتومز لنفس ايش الذرات، لكن but these atoms differ in their spatial arrangement، لكن هذه الذرات تختلف في ايش ترتيباتها وتوزيعاتها المكانية بسبب الايش عدم المرونة الموجودة في الدبل بونز بين ذرات الكربون.
فعلى سبيل المثال لو طلعنا هنا على الشكل التالي هنجد هنا السيس ايزومر، هنجد انه ذرتين الكربون مرتبطات مع بعض بدبل بوند، وسوف نجد انه هنا مجموعة الاكس او الفانكشنال جروب او مجموعة من الذرات مرتبطة على نفس الاتجاه، فهذا النظير بنسميه سيس ايزومر. دي 2 اكس ار اون ذا سيم سايد، بيكونوا على نفس الاتجاه. اما في حالة الترانس ايزومر بيكون انه اللي هو الاكس او مجموعة الذرات هذه في الاتجاه المضاد من بعض ومن بعض، تمام؟ فهذا بنسميه ترانس ايزومر، وفي نفس الاتجاه بتكون سيس ايزومر، تمام؟ The arrangement with both X S on the same side of the double bond is called cis isomer زي ما تحدثنا، والواحد and that with X X on opposite sides is called trans isomer. أما لما تكون مجموعة الذرات في الاتجاه المعاكس بتكون عنها trans isomer. النوع الثالث من النظائر الايزومرز اللي هو الانانتيمرز، طبعا فيها تكون المركبات صورة معكوسة من بعضها البعض، تمام؟ طبعا السبب هو انه بسبب وجود اللي هو الاسيمتريك كاربون، ذرة الكربون غير متماثلة، والتي تكون مرتبطة باربع ذرات مختلفة او مجموعات من الذرات المختلفة، تمام؟ فthe four groups can be المجموعات الاربع ممكن تكون مرتبة حول اللي هو ذرة الكربون في ايش طريقتين مختلفتين، بحيث ايش تكون that are mirror images، بحيث تكون صور معكوسة عن بعضها البعض. فمثال بسيط على ذلك انه صورة اليد اليمنى واليسرى فهي صورة معكوسة عن بعضها البعض، فنفس العملية بيكون هذا المركب هو صورة معكوسة عن صورة هذا المركب الاول. الصورة التالية بتوضح اللي هو أنواع الأيزومرز، وقلنا النوع الأول اللي هو الستركشرال أيزومرز، والنوع الثاني جيومتريك أيزومرز، والنوع الثالث اللي هو إنانتيومرز. A few chemical groups are key to molecular function. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني إنه صفات المركبات العضوية لا تعتمد depend not only on the arrangement of its carbon skeleton، لا تعتمد فقط على ترتيب اللي هو الهياكل الكربونية الخاصة بهذا اللي هو المركب، وإنما تعتمد أيضا على الكيميكال جروبز المرتبطة بهذا اللي هو الهيكل الكربوني اللي هي عبارة عن سلاسل من ذرات الكربون المرتبطة ببعضها البعض. طيب the chemical groups most important in the processes of life اللي هو الكيميكال جروبز، هذه المجموعات الكيميائية تعتبر مهمة جدا في العمليات الحيوية، تمام؟ طبعا هذه الكيميكال جروبز تدخل بشكل مباشر في التفاعلات الكيميائية، وتسمى هذه او تعرف هذه المجموعات الكيميائية بالفانكشنال جروبز بالمجموعات الوظيفية. اذا هذه المجموعات الكيميائية المرتبطة بالهياكل الكربونية تسمى بالفانكشنال جروبز بالمجموعات الوظيفية. طبعا كل مجموعة لها صفات معينة، شكل معين وشحنة معينة، وهذا ما يجعلها إنها تدخل في تفاعلات كيميائية بطريقة مميزة. طيب المجموعات الوظيفية المهمة في البيولوجيكال بروسيسز في العمليات البيولوجية هي سبع فانكشنال جروبز، هي سبع مجموعات وظيفية اللي هي الهيدروكسيل جروب والكربونيل جروب والكاربوكسيل جروب والأمينو جروب والسلفهيدريل جروب والفوسفيت جروب والميثيل جروب. الجدول التالي يوضح لنا أشكال المجموعات الوظيفية وأسماء المركبات التي تحتوي على هذه المجموعات الوظيفية. فقلنا إنه هناك سبع مجموعات وظيفية مهمة في العمليات الحيوية. أول واحد الهيدروكسيل جروب، مجموعة الهيدروكسيل، وهي إلى شكل وهي تحتوي على الـ OH، تمام؟ فمجموعة الهيدروكسيل هي عبارة عن OH. طبعا المركبات التي تحتوي
على مجموعة الهيدروكسيل اسمها الكحول، والمثال على ذلك الإيثانول، فسوف نجد أن مجموعة الهيدروكسيل مرتبطة بذرة الكربون على الطرف الأيمن، فهذا اسمه الإيثانول. بالنسبة للكربونيل جروب، المركبات اللي هي عبارة عن ذرة أكسجين مرتبطة بذرة الكربون بدبل بوند، والاسم المركبات التي تحتوي على الكربونيل جروب الكيتون والألدهايد. طبعا أمثلة على ذلك الأسيتون، يعتبر أبسط الكيتونز، طبعا بيحتوي على الكربونيل جروب، وأيضا يعتبر البروبينال اللي هو ألدهايد، تمام، بيحتوي أيضا على الكربونيل جروب. المجموعة الوظيفية الثالثة اللي هي الكربوكسيل جروب، مجموعة الكربوكسيل عبارة عن COOH، السي مرتبطة ذرة الكربون برابطة دبل بوند تساهمية ثنائية مع ذرة الأكسجين، وبرابطة تساهمية أحادية مع الـOH الهيدروكسيل، تمام. فالاسم المركبات العضوية التي تحتوي على الكربوكسيل جروب اسمها كاربوكسيليك أسيد أور أورجانيك أسيد، الأحماض الكربوكسيلية، وأمثلة عليها الأسيتيك أسيد، حمض الأسيتيك، تمام. هنا شايفين اللي هو المجموعة الوظيفية اللي هي الكاربوكسيل جروب الموجودة في الأسيتيك أسيد. في عندنا الأمينو جروب، مجموعة الأمينو اللي هي عبارة عن ذرة نيتروجين وذرتين هيدروجين، ذرة النيتروجين مرتبطة، ذرة هيدروجين مرتبطة بالنيتروجين، وذرة هيدروجين ثاني أيضا مرتبطة بذرة نيتروجين NH2. طبعا اسم المركب الذي يحتوي على الأمينو جروب اسمه أمين أو أمين. طبعا المثال عليه الجلايسين، طبعا حمض الأميني الجلايسين، يحتوي هذا الحمض الأميني على مجموعة الأمينو جروب. المجموعة الوظيفية الخامسة اللي هي السلف هيدرال جروب، اللي هي بتحتوي على ذرة سلفر وذرة هيدروجين SH. طبعا المركبات اللي تحتوي على هذه المجموعة الوظيفية اسمها ثيول، تمام، ومثال عليها السيستين، تمام. طبعا هاي احنا شايفين هذا الشكل، المركب السيستين بيحتوي على الفانكشنال جروب اللي هي السلف هيدرال جروب الاس اتش. طبعا المجموعة الوظيفية السادسة اللي هي الفوسفات جروب الاو بي او 3، هذا شكل المجموعة الوظيفية. طبعا المركبات العضوية التي تحتوي على الفوسفات جروب تسمى اورجانيك فوسفات، مثال عليها الجليسيرول فوسفات، زي ما احنا شايفين الفانكشنال جروب مرتبطة مرتبطة بذرة الكربون. الميثيل جروب، هذه المجموعة الوظيفية السابعة، تحتوي على ذرة كربون وثلاث ذرات هيدروجين CH3. المركبات العضوية التي تحتوي على هذه المجموعة الوظيفية تسمى ميثيليتد كومباوند، ومثال عليها اللي هو الفايف ميثيل سايتوسين، تمام. ATP is an important source of energy for cellular processes. الـ ATP يعتبر مصدر طاقة مهم للعمليات الخلوية. طيب شو هو الـ ATP؟ طبعا الـ ATP هو رمز اختصار للأدينوسين ترايفوسفيت. طبعا يتكون الـ ATP من ثلاث مجموعات من الفوسفات زي ما احنا شايفين، مرتبطة بالأدينوسين، تمام. وهذا المركب is important for the cellular processes، للعمليات الخلوية، خاصة انه مصدر مهم للطاقة في خلية الإنسان. فهذا الشكل يوضح تركيب الـ ATP. طيب كيف يعمل الـ ATP؟ زي ما قلنا الـ ATP هو اختصار للأدينوسين ترايفوسفيت. المعادلة التالية بتوضح إن كيف يعمل اللي هو الـ ATP. الـ ATP عندما يتفاعل مع الووتر، قلنا هاي الـ ATP عبارة عن أدينوسين و 3 groups of organic phosphates، تمام؟ عندما يتفاعل مع الووتر بينتج عندنا inorganic phosphate، فوسفات غير عضوي، تمام، وبينتج عندنا الأدينوسين اللي هو داي فوسفات، الأدينوسين مع مجموعتين من الفوسفات،
زائد إيش طاقة ينتج عن هذا التفاعل. طبعاً هذه الطاقة الناتجة تستخدمها الخلية في إيش العمليات الحيوية داخل الخلية.